طيب نروح بقى نطمن على طلائع الجيش، مباريات ودية خاضها كتير طلائع الجيش، والحقيقة كل الناس اللي كانت بتتكلم واللي تابعت واللي شافت نادي جهاز الرياضة العسكري وشافت الشغل اللي معمول في طلائع الجيش حقيقة يعني كلهم أبدوا سعادتهم. كان معايا الكابتن ضياء السيد هنا في البرنامج وقال رحت قال لك باللفظ كده لك انا رحت انبهرت باللي عاملينه في جهاز الرياضه العسكري من اجراءات احترازيه ومن تعاملات راقيه جدا جدا في هذا الشان. فانا معايا على التليفون سياده اللواء احمد المهدي مدير الكره بنادي طلائع الجيش. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. مساء الخير يا كابتن عمير، برحب بحضرتك. عمل طب خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يعني ربنا يعيده على الشعب المصري الأمة الإسلامية والعربية وكل العالم بخير وسعادة إن شاء الله. يا رب اللهم أمين. صدقت لما كنت دايما بتقولي إحنا كمؤسسة بنعرف نحترم كويس جدا جدا الإجراءات اللي بنعملها وبنعرف نسمع الكلام بحذافيره وبنعرف نشتغل عليها، لأنه كل الأخبار اللي جت كل الناس اللي راحت جهاز الرياضة العسكري كل الناس اللي تابعت قد إيه لمست إن أنتم مهتمين جدا بالجوانب اللي ليها علاقة بالإجراءات الاحترازية. فخليني يعني أدي لك حقك على الهوا زي ما قال الكابتن ضياء السيد. الحقيقة هو بصراحة مش حق الفضل كله يرجع للسيد رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة نادي طلائع الجيش، لأن الناس دي هي أصحاب الفضل وبقوة يعني، وفي دعم الفريق ودعم المنظومة ككل ومساعدتها والمساعدة الكبيرة اللي بتقدمها لنا بحيث إن احنا نظهر بالمظهر المشرف اللي يليق بالمؤسسة العسكرية المحترمة يعني. صحيح. خليني بقى أسأل حضرتك، الجاهزية الفنية والجاهزية البدنية بعد خوض عدد كبير من اللقاءات الودية شايف الموضوع ازاي بالنسبة لك؟ مطمئن مرتاح ولا لسه الجهاز الفني والجهاز الإداري شايف انه لسه في نواقص على صعيد الشكل البدني والشكل الفني؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا خلال المعسكر اللي هو يعني احنا كنا عاملين معسكر في الاسكندريه في برج العرب، وخدنا خلال المعسكر مجموعه من المباريات يعني، وعلى ما اعتقد ان احنا من ضمن اكثر الفرق اللي خاضت مباريات وديه، وان شاء الله هنختمها بكره ان شاء الله بمباراه الزمالك ان شاء الله بكره. وبعدين نرجع للقاهره، هيبقى في مباراه والبروفه النهائيه هتبقى مباراه مع النادي المقاولون ان شاء الله بجهاز الرياضه العسكري. فعلى ما اعتقد خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين قدرنا نقف برضه على كل النقاط اللي احنا محتاجين ان احنا نظبطها ونعدلها خلال المباريات الودية وخلال التمرين، وان شاء الله الجهاز الفني عاكف على انه يصلح جميع الاخطاء اللي كانت موجودة ويحاول ان هو يوصل في نهاية المطاف قبل المباراة الرسمية ان شاء الله بجميع اللاعبين للمستوى الفني المطلوب ان شاء الله، ان احنا نقدر نخوض بيه المباراة اللي جاية في الدوري يعني بنوع من الاطمئنان والحرص على كل بنت، لان الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا. ربنا يقدرنا ان شاء الله ونقدر نظهر بالمظهر اللي بالمؤسسه العسكريه المحترمه ان شاء الله باذن الله. طيب بسال حضرتك على عمرو جمال، اخباره ايه؟ كان اعلن هو عن اصابته بفيروس كورونا، الموقف عامل ازاي؟ الحمد لله رب العالمين عمرو جمال خضع للعلاج والاجراءات الطبيه كامله بالتنسيق مع اللجنه الطبيه في اتحاد الكوره والتنسيق معانا مع المستشفيات الخاصه بينا احنا كالقوات المسلحه، والحمد لله رب العالمين تم عمل مسحتين متتاليتين خلال الفتره المطلوبه يعني والفتره الاحترازيه المطلوبه، والحمد لله المسحتين طلعوا سلبيين وان شاء الله هيضم على ان شاء الله تدريبات الفريق عقب رجوعنا ان شاء الله للقاهره مباشره. طيب اسال حضرتك بقى، اخر مسحات اتعملت امتى والمسحات اللي جايه امتى ان شاء الله؟ اخر مسحه كانت قبل ماتش قبل مباراه المصري الوديه والحمد لله رب العالمين اللي فات ده، كانت اول امبارح اللي هو كان اول امبارح يعني المباراه، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا يعني الحمد لله نبان بالمظهر كويس، وكانت نتيجه المسحه الحمد لله جميع الناس سلبيين والحمد لله رب العالمين. لان انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا تركيزنا قوي جدا في موضوع الاجراءات الاحترازيه، وعلى ما اعتقد ان انت وصلت الصوره كامله بالنسبه لجميع الاجراءات اللي احنا بناخدها واللي احنا مهتمين بيها، واللي احنا يعني السيد رئيس مجلس اداره ومجلس اداره بيشددوا وبقوه على ان اهم حاجه في المرحله اللي جايه هي الاجراءات الاحترازيه والاجراءات الطبيه، بحيث ان احنا هنعتمد ان طالما الاجراءات الطبيه والاحترازيه سليمه وكويسه هنقدر ان احنا بعد كده نبني عليها ان شاء الله المراحل الفنيه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. كل تمنياتنا بالتوفيق، وبشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله المباريات اللي جايه تبقى برضو ماشيه بالشكل اللي يليق بطلائع الجيش. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء احمد مهدي مدير الكره بنادي طلائع الجيش.